سامعكم اخوتي، كديري بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير يا ربي. نبداو قصه ان شاء الله. الفين واربعة الاخوان، هاد القصه هادي يعني انا عاود لكم شي مشاكل وقعت لي مع الموظفين ديال الحبس. يعني هنا غنتعرف على واحد الشاب ذكرني بزاف ديال الفيديوهات، يعني دري عزيز عليا، رجوله يعني في المواقف ديالو معايا. غنعاود القصه كيفاش تعرفت عليه وشي حوايج داروا معايا، يعني داروا ديال الرجال الصالحه. واخا هادشي يعني عشناه في داك الوقت، الحمد لله هادشي ما بقاش. كنعاودوا القصص من اجل العبره الاخوان، ما كنعاودوش هادشي باش نتابعوا شي واحد او نحرضوا شي واحد. 2004 كان عندي مشكل مع السلاويين، عاودت عليه في بزاف ديال الفيديوهات. كنت تعرضت لواحد الاعتداء شنيع من طرف مجموعه ديال الدراري، تحاموا عليا حيت كنت ضربت واحد هرسو من نيفو. فهاديك الوقيته الاخوان، قبل ما يوقع الصداع، انا كنت كنسكن في التسعود حي جوج، حبس العواد في القشله، يعني كاين الامل وكاين القشله. القشله كنت حي جوج كنسكن فيها بزاف، كانوا فيها السيلونات تقريبا، كان فيها اكثر من 28 سيلون. عاود لكم على سيلون 28، الدراري الصغار اللي كانوا ساكنين فيه، داك الدري إليا الصغير اللي عاود لكم على القصه ديالو، دخول صغير وانا اللي كنت كنحبيه وكنردو البال تخرج ومشى عندي للدار. عاود لكم على بزاف ديال الحوايج وقعوا تما في داك حي جوج، الدري صاحبي اللي تعرضوا ليه دري ولاد سيدي حياه، وكانوا بغاو يقتلوه وهزيتو فوق كتافي وديتو طلعتو للانفيرمري وضربت واحد كنت غنعورو من عينو. دري ولاد سيدي حياه ومراه ولا صاحبي الصراحه، ما يعني انا على ود كرام خويا، يعني انا حبيت الاخر هزيت وديته للانفيرميري باش يخيطوا لي، ولكن فاش هبطت لقيت كرام خويا الله يرحمه مخلوع وقال لي راه كنت غنتضرب، ما شعرتش ومشيت تقص واحد في عينيه. الحمد لله جات الضربه حدا عينيه، ما تقصتلوش عينيه ودازت المده يعني، ولينا صحاب يعني، ولا يجي عندي من سيدي حيا القنيطره. شنقول لكم الاخوان، فهاديك البيريود يعني كثرت العداوه عندي مع المساجد بزاف. علاش؟ لان بزاف ديال المساجد كانوا معايا في ذاك الوقت، انا ما عنديش مع العصابه والحبيه، يعني عندي صحابي عايشين معايا ولكن دراوش، يعني ما نعولش عليهم في الدابزه. مي الدابزه انا كنت كندابز بوحدي وكان تيعجبني الدابز بوحدي، يعني انا ماشي كنت تنحماق على الدباز، وانما اي واحد عاجبو راسو باغي يدابز معايا كنت كنمشي نتواجه معاه. يعني هذه العقليه اللي كانت عندي، كنت بلي غير بلونطريمون والماكله والناس، يعني ما تنفكر في حتى شي حاجه اخرى، يعني حتى البليه ما كنتش كنتسوق ليها. هذيك الوقيته يعني كثروا عندي المشاكل، دابس مع واحد الدري الله يرحمه مسكين سعيد ود الحاج، يعني هذيك هي الحاجه اللي غتزعب لي انا، اللي غنجيب واحد الجلوي غندخلها صافي درتها تحت مني وعولت. يعني تنقول هاد الكلمه كنت كنقولها بزاف، تنقول انا بنادم تبكي بو ما تبكي بي، يعني انا ما يتمنيش شي واحد انا ولا يخسر لي شي واحد ولا يهدي لي شي واحد، نفضل انا نضرب وما نتضربش. يعني وما كنتش كنرضى ونفسي حاره، وكنت مستعد اني ندافع على راسي باي طريقه وما نخلي شي واحد يتعدى عليا. هذيك الوقت غيوقع لي مشكل مع الموظف، يعني لا تبدا العداوه عندي مع الموظفين بزاف. يعني ضربت موظف هرسلو بالاباشوار ديالو وبقى حاقد عليا موت، يعني واخا هكاك كنتلاقاه. علاش؟ لأنه هو دخل في واحد الدباز ما كانش خصو يتدخل فيه، هو يلا موظف ستاجير. أنا كنت خارج للزيارة كنتسلى واحد الدري صاحبي غيدخل ليا شي سلعة، يعني دخل ليا الممنوعات، يعني خصنا نأملوه في الطريق يعني باش ندوزو ديك السلعة ديالنا. ما هو كانوا مبرقين بيه، يعني كانوا كيفاش كيسميوها بالمصطلحات ديال الحبس، يعني كانوا عاطينو الكاوية، يعني سامرين عليه أنه غيدخل شي حاجة ممنوعة من الزيارة، وهاديك السلعة راه ديالي، يعني أنا خصني نوقف عليها بيدي. واحد الوقيته كيجيو يعني صافي وقفو تيقلبو فيه باغي يجبدو له السلعة، أنا ما شعرتش، يعني كنشوف راسي غنضيع في واحد 2 مليون ديال السلعة ولا. جبد ديك الجلوية وتبعت داك الموظف مسكين الله يرحمه والله يذكره بخير، ظريف الله عبر هدار، أقسم بالله إلا ندمت، يعني أنا ما ضربتو ما والو، ولكن أنا حاولت غير نخلعو باش نهرب هذيك السلعة. يعني جبدت عليهم جلوية في الزيارة قدام الناس كاملين، قلتلو حتى واحد ما يقرب، يعني المهم عندي الدري صاحبي خصو يهرب باش يدخل الكارتي وحيد عليا داك المبلوعات اللي مدخل يخبيهم. وديك الساعة كانت تتوقع شي حاجة، جا دوب غيديو ليا الجلوي ويديو ليا الميلوط،
داو لي الكاش وضرب واحد السيمانه ولا 10 ايام ونخرج عادي، المهم ما نضيعش في السلعه ديالي. يعني هذا هو القانون، يعني كان قانون الغابه الاخوان. يعني الوقت كانت السيمه بزاف، يعني ولاد سيدي حيره كانوا كيدخلوا الزياره كيبراكيو في الزياره تيسرقوا عباد الله. كتلقى الراجل كبير واقف مع ولادو كيعلق فيه تيبكي على المحكمه، كتلقى واحد جاي له باللور كيقطع له في الجلابه كيجبد له المصطاب. يعني شكون اللي غيهضر؟ يعني البنات كيدخلوا الزياره كلشي، يعني اي واحد جاي يدخل ما كاينش شي حاجه مبلوعه في الحبس. يعني كتلقى بلاد بسكران، كتلقى بلاد مشاد لاكوكوط كيصاوب المحيه، يعني كتلقى كلشي مقرقب، يعني كتلقى بلاد مشبكر. يعني واحد السيبه ما نقدرش نقولها الاخوان، يعني راه كانت واحد السيبه اللي خلاتني فعلا انني ندير جلويه تحت مني وما نتيقش. علاش؟ لان هذيك الوقت راه لا ما ضربتيش غتضرب، قول اكيد. وهذه هي الحاجه اللي كانت قاتله عليا، يعني كنت نتواجه مع اي حاجه باش ما تقاش. الحمد لله، الحمد لله، ربي كبير. هاد الوقيته هادي غنتعرف على واحد الدري فاروق، يعني هو كان في الزياره وشاف ديك لاسين، يعني شافني كيفاش كنحاول نهرب الدري اللي مدخل ليا الممنوعات، وشافني كان تعافر مع مبالي الوقت يعني، وهربت ليهم لواحد القدس وما تابعين لي. مسكين هو تبعني، تبعني قال لي ارى لي ديك الجلويه، والجلويه راه تقرطت لي على جوج. بالك الجهد باش كان شير تقرطت لي على جوج، بقيت شاد القبضه في يد وداك الموس في يد. قال لي غير ارى خي الياس ما تخافش، شد بال لي ديك الجلويه والقبضه ودا خبا وما عنده. فاش جاو وقفوا عليا داروا لي بيض، قالوا لي فينا هو الموس اللي كنتي هاز؟ دابا راك تهز عقص ديال راه ما هز لا موس لا والو، ما عندي حتى شي حاجه. حاول يعني المدير ايامي غوت ايامي هضر، ما صور مني والو، قال لي سير فحالك. بقات هكاك يعني تالقت لي عاد تلاقيت داك الدري. الدري هذا راه سميتو فاروق، تا هو كيدير دي فيديو الله يسهل عليه، مسيره موفقه. ان شاء الله نتلاقاك ونديرو شي حلقه خاصه ونتفكروا الذكريات اللي عشناها انا وياك. فريمون دري رجوله وتسلا، شاركنا الطعام انا وياه، وكان عزيز عليا وكان تيخاف عليا، يعني هضر عليا بزاف المرات وشاف بزاف الحوايج. يعني عشت انا وياه شي حوايج بديك حي جوج اللي صعيبه، ماشي اي واحد غادي يقدر يعيشهم. والحمد لله، الحمد لله، يعني خلينا الصوره ديالنا نقيه، والحمد لله دابا هو سهل عليه الله وخرج وكيدير دي فيديو الله يسهل عليه، وكيعاود على القصص والمشاكل اللي عاش، والهضره اللي كيقول صحيحه. يعني داك الدري سبونطاني كيقول داكشي اللي كاين. مسيره موفقه اخويا فاروق، وتفكرتك في هذه القصه هذه وقلت ضروري ندخل السميه ديالك حيت انت ذكرتيني وتنشكرك بزاف. داز شي يومين جاو دخلوا عليا باللي الموظفين، يعني كيفاش نعاود لكم هادشي راه بحال اللوكتا اقسم بالله. يعني دابا انا كنت كندخل الممنوعات، ولكن كنت كندخلها عن طريق الزياره. يعني يونس خويا كان تيجي كيدور مع الموظف اللي مكلف بالزياره كيجيب لي الماكله، وديك الماكله كتكون فيها هذيك الممنوعات اللي انا باغي ندخل وداكشي. ودخل معايا قرعه ديال الشراب دايره في قرعه ديال جافيل، يعني سمحوا لي على الكلام يعني، ولكن القصه هكا يعني خصني نعاودها ضروري باش ما نلقوش شي حاجه وزيد شي حاجه. يعني قرعه جافيل وداير فيها قرعه ديال الويسكي، وانا ما كنتش غنشربها الصراحه، يعني كنت غنبيع على الداخل، يعني اي حاجه تقدر تبيعها على الداخل، سيرتو هادشي المخدرات. يعني كان كلشي كيتعاطى، يعني ما لا ما بعتيش المخدرات، يعني ما عندك ما غدير، يعني باش مصروفك ديال النهار وداكشي اللي خاصك تشريه. دخلت انا هذيك المبلوعات ودخلت هذيك القرعه، ولكن تعطاتني الكوع، يعني شي واحد برقق بان راه دخلنا الشراب ودخلنا الحشيش. بعد ديك السد العشيه وجاو يدخلوا علينا، يدخلوا في لاكون ديالي، يعني يدخلوا غيلقاو كلشي. انا حاولت نحتج بطريقه عدوانيه شي شويه، يعني فاروق راه كان حاضر على هاد النقطه هادي، راه تا تكلم عليها هو. انا عاد تفكرت هذاك الليله اللي غيدخلوا علينا، يعني دخلوا بقاو تيقلبوا برا القرعه ديال الويسكي ما شافوهاش، لان في قرعه جافيل ولا شديتها ودرتها فوق في الثقبه ديال الطواليط حاشاكم، يعني حطيتكم كوارا لي سد بها الثقبه على حسب الريحه وداكشي، ولكن الا حليتها غتلقى فيها الويسكي. مي الحشيش الاخرى شديتها انا لصقتها في واحد التلفازه بلونوار، كانت عندي واحد التلفازه، من بعد نعاود لكم على القصه ديالي مع التلفازه ديالي. عشت فيها في الالفينات، كانت عندي تلفازه بلونوار، وكنت كنتبار راسو في الحبسه الاخوان. شنو لكم؟ يعني تنشوف انا هذيك التلفازه فيها الحشيش، وما بداو كيقلبوا واحد الوقيته، قال لهم الموظف قال لهم خصنا التريسيال يجيب الطونوفيس باش نحلوا تاع التلفازه نقلبوها. انا صافي تما بديت كنحتج بعدوانيه، يعني
ضربت ديك التلفازه برجليا شيرت بها حتى الكرواه. قلت له بزاف هذه حقره. قلت له شنو باغي ديروا دار زقله وانتم كديروا لا كابل عالي؟ انا ما عندي والو. تلاهوا معايا في الهضره وكذا وهذه باش شافوا لي شيرت بالتلفازه صافي عرفوا لي بحال اللي خسرت تلفازتي ما قاسوهاش. وهذيك التلفازه هي اللي فيها كل شيء. بقيت كنتزايد معاهم في الهضره. هبطوا لي داروا لي البيروت. قال لك حتى واحد ما يبات في ذاك البيت. التلفازه بقى فيها الحشيش خلاوها تما. القرعه اللي سدين بها طواليت حاشاكم فيها الويسكي حتى هي بقات تما. وكان ديك الساعه كان ديك الساعه كرم خويا كان ديك الساعه ساكن معايا في البيت وكان معايا حسن الله يرحمه البيس يعني كانوا معايا دري صحابي. مشيت للغابه الصغيره يعني مشيت بتما هذيك الليله. لقيت لي غنتلاقى مع هذاك الدري فاروق. جاب لي الجلوير لقيتو صاوبها وقعدها يعني فهمتي رجعها كيف ما كانت وزاد دار ليها واحد الخشبه والسلك باش ولات محكومه القبضه ديالها. يعني عندك موس في الحبس يعني بلا ما يوقرك انت ماشي غتعدى به ولا غتضرب به ولا بلا ما تيعرفك بانك مسلح ما يدورش بك ولا داك الموس كنت دايرو يعني باش بنادم ما يدورش بيا. ما انا ما نعشش عيني في بنادم ما نعديش ما تعديليش وما تحطش يدك عليه. يعني تما بدات العلاقه ديالي بفاروق وكنت كنجلس انا وياه بزاف وتعاشرت انا وياه يعني تحولت من السيلون ومشيت للغابه الكبيره. تما غنبداو نجلسو بزاف انا وياه ونتعاشرو غنوليو ماكله وحده يعني وخدم لها. حتى هو كان عزاز عليه الدراري الصغار بزاف كان تيتعامل معاهم كان حليل عليهم. كان هو عاش معنا في ديك البريود فاش كان هذا الوليد الياس وشافني انا كيفاش كنت كنتعامل معاه. صراحة أجواء داز صعيبة بزاف. الحمد لله الحمد لله اللي خرجنا منها سالمين. هادشي ما كنقولوش باش نتباهوا بها الإخوان وإنما تنقولوا القصة كيفاش عشناها. ونقد لي بيرجع لها الإخوان شنقول لكم يعني لقينا كل شيء باقي بلاصتو يعني وخا فركتونا الصراحة الماكلة كلها اللي جابوا لنا موالي الدار يعني خسرات حيت خرجونا طوال ما دينا لا كواش ما دينا لا حوايج لا حتى شي حاجة. التلفازة مهرسة مدكدكة كاملة ولكن باقي فيها داك الممنوعات. القرعة بقى في بلاصة يعني والبيت راه شنو نقول لكم لي زور كنا ملصقينهم في الحيط وقلعوهم البولات حيدوهم يعني ما خلاو حتى شي حاجة في البيت. وفاش رجعنا يعني لقينا كلشي باقي هو هو. شوف سبحان الله يعني بعد المرات هما كيباتوا كيفاش نقول لكم يعني هاد المثلة معروفة عندنا يعني هما كينعسوا كيفيقوا تيجيو يقلبوا على الممنوعات داخل السجن. والتفتيشات في ذاك الوقت يعني راه كانت كل نهار التفتيشات. علاش؟ لان كان الممنوعات كثيره في الحبس وما كيعرفوش ملي كتسرب ديك الممنوعات. هما كيجيو الصباح كيبداو يقلبوا ولكن حنا قبل ما نلاسوا يعني كنفكروا اي حاجه اللي يقدروا يقلبوها ما كنحطوش فيها الممنوعات. يعني ديما كنقلبوا على شي حاجه اللي كتكون قريبه وقدام عينيهم وما كنردوش ليها البال. ما نزيدش نطول عليكم الخوت. يلاه تنبغيكم بزاف. ادخلكم الياس قراني وبسلام عليكم.